ابتدينا بموسم مليان بنصايح المعلومات كلها تدور حول التصميم الداخلي، واليوم قررنا نتجه اتجاه ثاني ونسلط الضوء على مصممين كويتيين ابدعوا في مجال نتعلم منهم ومن خبراتهم ونشوف اعمالهم، بالاضافه الى الفقرات اللي كلنا حبيناها، فقره قبل وبعد وصممها بنفسك. تابعوا حلقاتنا الجديده من موسمنا الثاني من تصاميم على تلفزيوننا تلفزيون الكويت. اليوم راح نسلط الضوء على معرض مختلف أسسه مصمم مختلف له خط مميز جدا، قطعة فريدة وغريبة تمتاز بالمعاني التراثية لكن بلمسة حديثة. المصمم حسام رشيد ومعرض بيكار. المصمم حسام رشيد تخرج بشهادة بكالوريوس من التصميم الداخلي وابتدى مشواره بالتصميم الداخلي، بعدين لقى شغف لتصميم القطع والأثاث والإكسسوارات، فقرر أنه يسوي ورشته الخاصة ويأسس بيكار اللي أنا فيه الحين. بيكار واحد من أهم معارض الأثاث والإكسسوارات بالكويت اللي يمتاز بقطع فعلا فريدة أغلبها إذا مو كلها من تصميم المصمم حسام رشيد، واللي يميز قطع وتصاميم المصمم حسام رشيد مو إلا أنها غريبة بس، لكن هي مستوحاة من التراث الكويتي سواء كانت قنفات، كوشايات، إكسسوارات، قطع فنية، مرايات، كلها تلاقون فيها لمسة كويتية لكن مطورة باستخدام الذهب، باستخدام اللولو، باستخدام بعض القطع اللي ما كنا نشوفها أول، ولكن جددت هذه القطعة وجملتها وعطتها معنى ممكن تهدونها لأصحابكم أو حتى تستخدمونها للبيت، راح تكون فعلا قطع فريدة وغريبة. المصمم حسام رشيد قرر انه ياسس له ورشته الخاصه اللي تصنع هذه القطع، وقام كثر ما يقدر يدخل بعض التقنيات والافكار الجديده بتصنيع الاكسسوارات، ولكن هذه الورشه مو مخصصه فقط لمنتجاته وتصاميمه، ولكن مفتوحه لكل المصممين اللي يحبون يبتكرون ممكن يستفيدون هذه القطع عنده بالورشه. تعالوا معي الحين وشوفوا بعض النصائح اللي راح اعطيكم اياها شلون زين كونسول، طاوله جانبيه وكوفي تيبل باستخدام اكسسواراته والقطع اللي موجوده هني بالمعرض. بنبلش بكونسول وبنرتبه بطابع رسمي. نبتدي بأبجورتين. ونتأكد أن نخفي الوايرات، ولأن رسمي فتكرار القطع نفسها يمين وشمال يزيد رسمية، وأكيد العطور شيء مهم في منطقتنا. وإذا في مجال بالأسفل ممكن نحط نباتات بحجم كبير عشان نترس الفراغ. وأحب دائماً أختار كتب عشان أضيف بعض الألوان بشكل أفقي. وإذا حابين نرتب نفس الكونسول لكن بطريقة أقل رسمية، اخترت هذه الأباجورة المستوحاة من الرشوش التراثي، ولأنها ناعمة وبسيطة حطيت أكثر من واحدة مع بعض، ودائماً أحب أخفي الوايرات بهذه الطريقة. الورد الوردي كسر برودة اللون الفضي وعطاه نعومة، وبالجانب الثاني حطيت كتب فيها اللون الأخضر والوردي عشان يربط الجانبين مع بعض. وبالجزء السفلي قررت أن أعبي الفراغ بفازات كبيرة مع نباتات خضراء بطريقة مكررة عكس الترتيب العلوي. وبمساحة مختلفة راح نبلش بقنفة سماوية مع مخاض بلون محايد. الأباجورات متشابهة على الجانبين مع أكسسوارات أيضاً متشابهة. وإذا كانت الجلسة رسمية ما يمنع استخدام طاولات صغيرة بعدد كبير بدال طاولة واحدة كبيرة،
لأن استخدامها في هذه المساحة الرسمية غير عن احتياجنا للطاولة بالصالات اليومية. بنفس القنفة استخدمنا كوشيات نفس اللون، لكن كسرناها باللون الأسود. ولما حبيت أختار طاولة جانبية، اخترت إنه يكون فيها لون أسود عشان نربطها مع الكوشاية. والجنب الثاني ما حبيت أحط طاولة، لكن مليت الفراغات بتحف جميلة بشكل طيور بارتفاعات مختلفة. والطاولات الرئيسية عبارة عن طاولتين، طاولة كبيرة وطاولة وسط، سهلة التحريك عند الحاجة. ورتبت الاكسسوارات بهذه الطريقة. زيارتي اليوم حق براند كويتي أنا شخصياً أعشق الكاكاو ماله سوكولا. الديكور بجمال طعم الكاكاو اللي هم يقدمونه. سبب زيارتي لهذا المشروع أن ديكوره لفت نظري من أول ما افتتحوه. العناصر قليلة جداً ولكن واضحة وصريحة، وأهم شيء لما نصمم أي مشروع يكون تجاري يكون المنتج اللي قاعد ينباع هو المميز. بالمحل هني سوكولا كان في معضلة وصعوبة إن يصممون هذا المكان من حيث إنهم يحافظون على الأرضية والسقف. المصممين من شركة لاينز قدروا إنه يخلون هذه الجزئيتين أو العنصرين جزء مهم وماشي متجانس مع التصميم العام. محل سوكولا مقسم لأكثر من قسم، قسم عرض المنتج اللي هو الكاكاو، وقسم عرض الهدايا بطريقة جميلة جدا بحيث ان الكاكاو يبين، وجزء اللي تعتبره صاحبة هذا المكان هو الفاكتوري او المصنع. كانت حابة ان اي زبون يدخل يشوف المنتجات واضحة وصريحة قدامه، بحيث ان التغليف والباكجينج وتجهيز المنتج هذا انه يطلع للعميل. تعالوا معاي وشوفوا بعض العناصر المهمة في هذا التصميم وشلون تقسمت وشلون امتازت وبينت بالطريقة اللي كان مفروض تبين عليها. لما تدخلون لمعرض سوكولا أو محل سوكولا راح تلاقون الكاكاو معروض بكذا طريقة، معروض بطريقة إنه محطوط بأدراج، ومعروض بمكان جاهز للتذوق، ومعروض كأنه جاي من معرض، ومعروض بالنهاية بطريقة ممكن تأخذونه وتهدونه لأحبابكم. فكرة التصميم إن أهم جزئية عرض هي بالنص، فتكون هي محور التصميم وهي الفوكل بوينت اللي حنسميه للتصميم. ممكن الواحد يدور حواليه ويشوف الكاكاو بطريقته المعروضة. غير عن المحلات اللي احنا دائما معتادين عليها، دائما الكاكاو يكون معروض على الحوائط بطريقة كأنها مجوهرات، لكن في المحل هذا اختلف طريقة العرض، اختلفت طريقة المواد المستخدمة. اعتمد التصميم على 3 أو 4 مواد فقط، عندنا الخشب، الحديد الأسود، الرخام والنحاس. استخدم بذكاء وبساطة بحيث ان المنتج هو اللي يبرز مو التصميم. وكل اللي تابعني يعرف عشقي للكونكريت، واول ما ندخل محل سوكولا اول شيء نشوفه ويلفت نظرنا كاونتر مصنوع من كونكريت المصبوب صب. فعلا اللي يفهم بالكونكريت يدري شنو صعوبة صبة القطعة هذه. راح تلاحظون شلون نصبت بطريقة صحيحة ونظيفة. بالموسم الأول في فقرة قبل وبعد سوينا تغييرات لغرفة رضيع،
ولكن بالموسم الثاني قررنا ان نختلف شوي ونسوي تغييرات لغرفة بيان 2 اعمارها بين 7 و10 سنين. تعالوا شوفوا معاي الغرفة هذه شلون راح نغيرها وشو المشاكل اللي فيها اللي لازم تتعدل وشلون ممكن ان نستخدمها ونستخدم مساحاتها بطريقة افضل انها تكون مفيدة لعمار الشباب بالسن هذا وبالمساحة اللي موجودة عندنا. الغرفة مثل ما تشوفين منها صغيرة، السريرين مقاسهم وايد كبيرين بالنص، فبحين الغرفة تماما يعني ماكو مساحة انها يلعبون داخل، باين انهم طقم كامل لانه من كل شيء في اثنين. احنا بنشيل هذا كله، السرير ابي اشيله، ابي احط سرير جديد. الكبت عشان نوفر ما ابي اشيله، ابي انجده اوكي، البسه، اسوي فيه شيء، ما ادري، لازم نفكر مع بعض شو ممكن نسوي. عندنا الحيطان كثير فيهم اغراض ملزقه، اغراض ملزقه، لا ات ذا سيم تايم هي شيء حلو لالهم، ميموري وميموري لالهم، بس بحس انه لو منوحدهم على حيط واحد بنحط مثلا بورد كبير، اذا نجدنا هذا حطينا سفنج فيهم يقدرون يركبون عليه، ممكن نقول في طوفة واحدة نحطها بورد. كلها كورك بالضبط يركبون عليها البورد. الستارة هذه لا مناسبة لا لون ولا مقاس ولا شكل، يعني حالاتها تكون أكبر تغلى، بدل ما يكون عندنا الدراورز يكون هيدا at the same time storage، يعني storage. يكون ممكن داخل ستورج. الإضاءة يعني أنا ما أحب السقف اللي يكون إضاءة موزعة عشوائي، يعني بس أربعة وخلاص. فبعد ما نوزع الأثاث نوخر السبوت لايت من مكان السرير، نحط السبوت لايت عند الريدنج كورنرز وعند السنتر. شفتوا معي غرفة الأولاد وشفتوا شو الأشياء اللي لازم تنشال وشو الأشياء اللي لازم تقعد وشو الفكرة اللي نبي نشتغل عليها بدار، بس أحس أفضل الحين نتكلم عنها من ناحية المخطط عشان نفهم مع بعض شلون الأثاث كان وشون أبي يصير. كان أول سريرين يعني بالنص، خذوا مساحة كبيرة، الأطفال ما عاد لهم مكان إنهم يلعبون مع بعض، يدرسون، يقرون، بس صار عندي مكان يقعدون على السرير فقط. لكن أنا أحب دائماً في غرف الأطفال خاصة لما يكون إخوان بنتين أو ولدين إن يصير في مثل إنتراكشن مع بعض، يلعبون مع بعض، يدرسون مع بعض، يقرون مع بعض، فمحتاجين هذه المساحة بعيد عن غرفة الألعاب اللي تكون مخصصة لهذا الشيء، لأن حلو إن هم يتشاركون بالدار. فبدال ما يكون السريرين كذي، هذا الباب المدخل يعني من هني، هني شباك، هني الكبت اللي احنا ما نبي نغير مكانه ولا نبي نغيره، لكن نبي نلعب شوي بيبانه عشان يكون متجانس مع الغرفه اللي ببالي. فراح يصير عندي انا سرير بهالمنطقه وسرير بهالمنطقه، سريرين معزولين، عطتني مساحه بالنص. اولا تعطي الشعور ان الغرفه اكبر، تعطي مكان إنه مثل ما قلت لهم يلعبون ويكونوا مع بعض. راح تخلق لي زاوية ميتة هني، هذه راح تصير نجارة، كبت مربع من فوق ينفتح مثل مثلث، يفتحونه يصير في تخزين داخل ويخزنون. هاي طبعا الفكرة موجودة هني مع بعض المعلقات تكون معلقة هني تعطيهم إضاءة حق القراءة بالليل، لأنه ما هو بيت سايد تيبل. الشباك مو واصل للأرض، فراح ناخذ تحت الشباك يونت كامل، راح يكون سفنج من فوق يشيلونه، يكون في تخزين وممكن يكون فيها مسلال من قدام، راح تشوفونها ان شاء الله بالافتر شلون راح نسويها. بعدين راح تخلق عندي هذه الزاويه، هالزاويه ابي اسوي لهم شيء وايد عجبني بنترست ودي اريد اطبقه، انه يكون لهم مساحه صغيره يقعدون يقرون فيها ويخزنون كتبهم. لون الحوائط طبعا راح تتغير، راح تنشال، ودي ادخل لون التركواز او الازرق اللي مايل للرمادي شوي مع البرتقالي. البرتقالي لون ناري فبنخفف شويه منه، نميل أكثر لكمية الأزرق تكون لها منسوب ونسبة أكبر بالدار. الغرفة فيها وايد أشياء معلقة، فهذا الشيء أخليه موجود بالدار ولكن بطريقة أرتب. فبنخلق بانلز على الطوف، مربعات، هذه المربعات راح نحط داخلها فلين أو ما نسميه الكورك، الفلين اللي مايل على لون الخشبي، منه ديكور للدار، منه يدفي الدار، يعزل صوت إزعاج الياهال، وتقدر الأم بالإضافة أنها تعلق رسومات وأغراض عيالها والسيرتيفيكت والشهادات اللي قاعد يأخذونها، ونفس الوقت تكون حلوة. شوفوا معي اختياراتي للدار من ناحية الأقمشة، الألوان والتشطيبات بالفقرات الجاية. هذا الكيدز روم. أوكي كنا حاكين أنه
نحط سريرين على الكورنر صح، نكسب هون سبيس ستورج لألون. احنا راح نبتدي بهذا صح؟ مزبوط، هذا البد كفر اللي عجبنا. مزبوط، خلينا نشوف الصبغ عشان نمشي عليه. صبغ نبي ازرقات، هذا ولا بلوز، شوف هذيلا وخلي يسوون طبعا درجات كالعاده، درجات فاتحه ودرجات قامجه. اوكي نبي ندخل شويه برتقالي. اوكي شفت لك انا من كتالوج جاب لي رضوان اورنج مش كتير فاقع، ركز شوي بس ما نبي نكثر منه. احس هذا شوي مو برتقالي بس على شوي بريكي. بريك شنا انزك. اوكي احس كذي شوي اهدى، بعتقد بدال هذا ليتس جو وذ ذس. اوكي هذا اللون محتاج له شيء رصاصي بس مو رصاصي فاقع، رصاصي هادي. يعني عجبني هذا، ممكن وي كان جو اهد وذ ذس، ترى هذا حلو. اوكي هذا مع هذا حلو، هذا مع هذا حلو، هذا مع هذا حلو. اوكي لكن بدي اتاكد من رضوان اذا كل شيء متوفر ولا لا ككمية. غير كذي السجادة أبي شيء يكون مخطط، إذا نلاقي شيء مخطط ببلو. وبس الإضاءة، بس انتبه بالإضاءة للمعلقات. معلقات من عيبانكو، شوفي أنا كنا شايفين معلقات أبيهم كذي مستويات مختلفة، حطيها هني وسبوت لايت ابتعدي عن السنتر، خلي زيادة لما نسوي الغرفة، وإذا حسيتي أنا محتاجة شيء بزيادة بالنص نحطهم، بس وزعيهم أكثر على الأطراف. وبلش التنفيذ الرسمي بعد ما اكتمل التصميم واخترنا مواد تشطيب، وهذا كود لون الحوائط من هامبتون. وشفتوا الغرفة شلون تغيرت تغيير جذري، بدل تكون طوف عادية أبيض وأصفر حولناها إلى غرفة كلها أزرق، وقدرنا عن طريق المواد اللي نستخدمها تكون هم عملية، لأن تذكرون الغرفة قبل شلون كانت كلها أشياء معلقة على الطوف، فاهتمينا إن الطوفة يكون فيها مزج بين اللون الأزرق ويا مادة الكورك اللي هي تعطي سهولة لأهل الغرفة إن يبدون يحطون أي معلقات من غير ما يخربون الطوفة. بالإضافة إن ظلينا على نفس الكبتات الموجودة لكن حطينا طبقة سفنج ونجدناها عشان ممكن هم تكون جزء من الغرفة أن يعلقون فيها جداول، يعلقون فيها شهادات يأخذونها. والسرير اللي اخترناه مو بس في تخزين، ممكن ينسحب ويصير سرير كبير، فالغرفة هذه ممكن تكون المكان اللي يقابلون فيه أصدقائهم ويلعبون. كانوا الأسرة محطوطة على شكل القائم، كانوا يم بعض، لكن لما حطيتهم في زاوية عطيت مساحة واسعة بالنص، استخدمنا البين باكس أنها تكون منطقة للألعاب للحوارات والسوالف بينهم وبين أصدقائهم. وأهم عنصر بعد موجود هنا عندنا بالغرفة هي الإضاءة، حاولنا نبعد سبوت لايتس عن أماكن الأسرة بس حطيناها بالأماكن اللي ممكن يصير فيها قراءة أو لعب، وحطينا معلقات بين السريرين تساعدهم حق القراءة بالليل أو يستخدمونها إذا حابين يخففون الإضاءة. وقطعة اللي وراي هذه اللي راح تستخدم للقراءة فيها إضاءة مخفية، والأهم إن كل مجموعة إضاءة لها شغل أو فانكشن معين مفصولة عن الثانية، فكل واحدة لها سويتش ودمر بروح. لما نزلت البيت من تقريبا سنة وشيء وركبنا كبتاتنا وأرففنا زادت
ابتدينا بموسم مليان بالنصايح والمعلومات كلها تدور حول التصميم الداخلي، واليوم قررنا نتجه اتجاه ثاني ونسلط الضوء على مصممين كويتيين ابدعوا في مجال نتعلم منهم ومن خبراتهم ونشوف اعمالهم، بالاضافه الى الفقرات اللي كلنا حبيناها، فقره قبل وبعد وصممها بنفسك. تابعوا حلقاتنا الجديده من موسمنا الثاني من تصاميم على تلفزيوننا تلفزيون الكويت. اليوم راح نسلط الضوء على معرض مختلف، أسسه مصمم مختلف، له خط مميز جدا، قطعة فريدة وغريبة، تمتاز بالمعاني التراثية لكن بلمسة حديثة. المصمم حسام رشيد ومعرض بيكار. المصمم حسام رشيد تخرج بشهادة بكالوريوس من التصميم الداخلي وابتدى مشواره بالتصميم الداخلي، بعدين لقى شغف لتصميم القطع والأثاث والإكسسوارات، فقرر إنه يسوي ورشته الخاصة ويأسس بيكار اللي أنا فيه الحين. بيكار واحد من أهم معارض الأثاث والإكسسوارات بالكويت اللي يمتاز بقطع فعلاً فريدة، أغلبها إذا مو كلها من تصميم المصمم حسام رشيد. واللي يميز قطع وتصاميم المصمم حسام رشيد مو إلا إنها غريبة بس، لكن هي مستوحاة من التراث الكويتي، سواء كانت ابتدينا بموسم مليان بالنصايح والمعلومات كلها تدور حول التصميم الداخلي، واليوم قررنا نتجه اتجاه ثاني ونسلط الضوء على مصممين كويتيين ابدعوا في مجال نتعلم منهم ومن خبراتهم ونشوف اعمالهم، بالاضافه الى الفقرات اللي كلنا حبيناها، فقره قبل وبعد وصممها بنفسك. تابعوا حلقاتنا الجديده من موسمنا الثاني من تصاميم على تلفزيوننا تلفزيون الكويت. اليوم راح نسلط الضوء على معرض مختلف، أسسه مصمم مختلف، له خط مميز جدا، قطعة فريدة وغريبة، تمتاز بالمعاني التراثية لكن بلمسة حديثة. المصمم حسام رشيد ومعرض بيكار. المصمم حسام رشيد تخرج بشهادة بكالوريوس من التصميم الداخلي وابتدى مشواره بالتصميم الداخلي، بعدين لقى شغف لتصميم القطع والأثاث والإكسسوارات، فقرر إنه يسوي ورشته الخاصة ويأسس بيكار اللي أنا فيه الحين. بيكار واحد من أهم معارض الأثاث والإكسسوارات بالكويت اللي يمتاز بقطع فعلاً فريدة، أغلبها إذا مو كلها من تصميم المصمم حسام رشيد. واللي يميز قطع وتصاميم المصمم حسام رشيد مو إلا إنها غريبة بس، لكن هي مستوحاة من التراث الكويتي، سواء كانت قنفات، كوشايات، إكسسوارات، قطع فنية، مرايات، كلها تلاقون فيها لمسة كويتية لكن مطورة، باستخدام الذهب، باستخدام اللولو، باستخدام بعض القطع اللي ما كنا نشوفها أول، ولكن جددت هذه القطعة وجملتها وعطتها معنى ممكن تهدونها لأصحابكم أو حتى تستخدمونها للبيت، راح تكون فعلا قطع فريدة وغريبة. المصمم حسام رشيد قرر أنه يأسس له ورشته الخاصة اللي تصنع هذه القطع.